ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على طريقة تفكير ومشاعر واحساس برج الحمل في شهر يوليو لعام 2020. برج الحمل عندنا شهر هيكون قد ايه ايجابي ومتميز في امور كتير من امورنا الحياتية، وده مخلينا ان احنا نفكر بشكل زيادة، يعني ممكن نميل الى الضغط النفسي، ولكن في نفس الوقت ضغط نفسي من كتر التفكير، ولكن في نفس الوقت هيكون عندك انجاز لاشياء كتير. يعني من اول الاشياء اللي بتفكر فيها اللي بتؤدي ان انت تنجز الامور اللي عليك هي التسرع. عندك تسرع بصورة قوية، تسرع في ان انت تنجز احوالك، او ان انت في موضوع بتفكر فيه كتير قوي فمتسرع فيه. مثلا ممكن يكون موضوع سفر، ممكن يكون موضوع تغيير جو، ممكن يكون موضوع تغيير منزل او تغيير سيارة او تغيير شيء مهم لحياة برج الحمل، او مشروع جديد او بداية جديدة بتفكر فيها او ليها بشكل سريع او بتخطط بشكل سريع. فانا بشوف ان ده شيء متميز، وفي نفس الوقت ممكن يكون فيه خوف شوية من لغة التسرع، فنخلي بالنا من التسرع. انا طبعا اكيد قلت في النصايح، بس في نفس الوقت هيكون ده شيء مهم انه هيخليك تنجز امور كتير. شهر قد ايه في افكار كتيرة جدا جدا وتخطيط كتير قوي، وفي نفس الوقت هتخلص اللي وراك بشكل كبير. برج الحمل كمان عندك من الحاجات اللي بتفكر فيها كتير قوي، وهي شراء اشياء الكترونية، او شراء شيء مهم، او شراء سيارة، او شراء شيء، دفع فلوس عشان تشتري حاجة، عايز تستكمل حاجات ليها علاقة برضو بدفع فلوس يعني. فده انت بتفكر فيه كتير لانك بتحسب ميزانيتك، بتعمل اعادة حسابات لشخصك او شخصيتك جدا، بتشوف انت معاك ايه، ايه اللي انت محتاجه وهتكون محتاج ده في خلال الشهر ده، طب ايه اللي ممكن ننجزه هنا. الحاجات اللي من النوعية دي بنفكر فيها كتير، فبتعمل اعادة حسابات لمالك او ميزانيتك. طب انت كمان بتفكر انك بتعمل اعادة حسابات لشخصيتك، يعني ممكن تكون اكتشفت يا برج الحمل انك عصبي، فبالتالي مش معجب جدا بالعصبية، شايف ان ده بيؤدي ليك انت بتعب نفسي، وممكن يكون بيؤدي الى الاشخاص المرتبطين بيك او الاشخاص اللي ممكن يكونوا على صلة معاك او في التعامل معاك، ان العصبية دي ممكن تخسرك، ممكن تخسرك شغل جديد انت داخله، ممكن تخسرك تعامل معين، ممكن تخسرك حب او حب جوه شخص قدامك بيتعامل معاك. فبدأت ان انت عايز تتعامل بشخصية تانية، او ان انت لا تقلل العصبية. يمكن الموضوع ده النص الاول هيكون صعب عليك ان انت تمسك اعصابك، لكن النص التاني هتقدر تعمل ده، هتكون اهدى بكتير، فبالتالي تفكيرك في النقطة دي هيكون اكتر. برج الحمل كمان من الحاجات اللي بنفكر فيها كتير، وهي اخد حقك، بمعنى انك هتكتشف اشخاص كتيرة قوي ممكن يكونوا خاينين غدارين، مش ضروري في الحب، بس ممكن يكون في التعامل الاجتماعي، التعامل العائلي، اصدقاء، او ايا كان شخصية ممكن تكون خسرتك شغل، خسرتك حاجة، خسرتك، او بتتكلموا كلام كتير عليكم في السمعة. يعني برج الحمل انتوا كناس بتتكلم عليكم كلام غريب رهيب، حسد وحقد، فالحسد والحقد بيولد ان الاشخاص دي مش عارفة ان هي تأذيكم زي، طب يلا نتكلم عليهم كلام مش حلو، طب يلا نقول ونعيد ونزيد فيهم، ده موجود. برج الحمل عندك فراغ للناس دي، مش فراغ ان انت عندك فراغ بجد، لا، ده انت مشغول جدا او انت مشغولة جدا، بس هنرد عليهم بالتجاهل، هنرد عليهم باللغة الانتقامية اللامباشرة. يعني ايه؟ يعني هتنتقم منهم بنجاحك، بانبهارك بنفسك، بان انت هتوري الاشخاص دي ان انا مش في حاجة ليكم، انا اقدر اعمل حاجات كتير قوي قوي في غنى عنكم، انا اقوى منكم كتير، انا هفضل اغزكم واكيد فيكم كتير قوي، لما تشوفوني ناجح ومنبهر جدا بنفسي وكتير يبقوا منبهرين بيا انتوا هتتغاظوا. فبرج الحمل بيفكر كتير قوي بالموضوع ده. يعني برج الحمل لما حد بيتكلم معاك يقول لك بص بيقولوا عليك كذا كذا كذا، تلاقي رد برج الحمل في التعامل سيبهم هم متغاظين، واحده واحده هيجي اللي هيغزهم اكتر. فبرج الحمل مكبر دماغه تماما، عنده تجاهل، بس مش شايلك من دماغه، يعني الاشخاص دي برج الحمل مش شايلهم من دماغه، هو مكبر دماغه ان هو يرد عليكم، لكن هو عارف امتى هيرد عليكم والوقت المعين امتى. برج الحمل كمان من الاشياء الحاجات اللي بيفكر فيها كتير هو شيء جديد، ابتكار جديد، مجال جديد، فكرة جديدة، حاجة جديدة لبرج الحمل بيفكر فيها كتير. من برج الحمل ممكن تكون بتفكر انك تهادي حد، انك تعمل مناسبة سعيدة لحد، انك تعمل شيء تبهر بيه حد قدامك، انك تقول لحد انا بحبك بطريقة معينة، انك تكون عايز ترتبط بشخصية معينة بس بشكل لطيف وسعيد، او انك عايز تعتذر لحد
لحد بطريقة برضو شكلها حلو، ده موجود وشغل بال برج الحمل بشكل قوي. عايز تفرح حد يا برج الحمل، ده موجود عامة، رجل وامرأة على فكرة. برج الحمل كمان عندك شيء كان قوي او مركز قوي او شيء او شغل جديد، هتبدأ ان انت تفكر ازاي استغل ده، ازاي اقوى فيه، ازاي اقوي اكتر، ازاي انجح واخلي اسمي يلمع، ده بتفكر فيه بصورة قوية. من الحاجات برضو ما انا قلت لكم برج الحمل بيفكر في حاجات كتير قوي 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 يعني. طيب من الحاجات كمان اللي بيفكر فيها برج الحمل، عندك نجاحات كتير وده واخدين بالنا منه في الكلام، وكمان اكيد اللي شاف فيديو التوقعات اللي هتحصل لك ايه عرفنا النقاط دي. فيكون عندك فكرة انك عايز تداري على نفسك وتحصن نفسك بشكل قوي يا برج الحمل، سواء رجل او امرأة، لان عندنا مواضيع جديدة في حياتنا، فبالتالي عايز تداري على نفسك، مش عايز كل حاجة ان انت تقولها او تخلي فيه اطماع، لان عندك اطماع كتيرة في حياتك يا برج الحمل، فعايز تداري نفسك وتداري حياتك بشكل قوي، خاصة من المقربين ليكم. عامة برج الحمل كمان عندنا الاستقرار بتاع، هيكون في حالة استقرار، هيكون في حب او في شخص احنا هنقرر ان احنا نكمل معاه، شخص هيكون من اختيارنا، هنكون عايزين نكمل معاه، عايزين نكون نساعده ويساعدنا، شخص هيكون قد ايه احنا منبهرين بيه او هو مبهور بينا، هنحس بقيمة ذاتنا كتير قوي. بتفكر كتير ان انت ازاي تخلي ان العلاقة تكمل، لانك هتخاف ان العلاقة دي تنتهي. كمان في حاجة تانية، نفسيتك، احساسك ايه؟ انت حاسس كتير ان نفسيتك بتتجه ناحية الافضل، رغم ان ممكن يكون في ضغوط وحاجات كتير، تفكير كتير ولعبكة كتير في دماغنا، لكن انت حاسس انك اقتربت من نقطة معينة، او اقتربت في وقت لوقت معين انت ناوي على التجديد فيه، انت اقتربت من شيء مهم، فانت حاسس ان انت نفسيتك بقت للافضل. ده مساعدك كتير جدا جدا، وهيساعدك بشكل تدريجي على النص التاني انك تنطلق. برج الحمل انت حاسس كتير مشتاق للتغيير، مشتاق لتغيير جو كمان، يعني مشتاق ان انت تسافر تغير جو، مشتاق ان انت يكون عندك هايلمان، او عندك ان انت عايز تغير نفسك، تغير ستايل لبسك، تغير مش عارف ايه، عايز تنزل كده تتمشى في اماكن معينة كتير، عايز تجتمع مع صحابك او تجتمع مع صحابك اللي انتوا بتحبوهم ونضحك ونهزر، عايزين من ده بشكل قوي، فاحساسك بيشدك ناحية الموضوع ده. في نفس الوقت انت حاسس كتير يا برج الحمل ان في اشخاص كتيرة عايزين او ناظرين ليك، انت حاسس بيهم، روحانياتك بتقولك على كده، انت روحانياتك بتحسسك كتير قوي قوي ان النقطة هنا غلط، ان انت لما تأمن لشخص ده زي ده غلط، لا فعندك الرجوع اللي يعني بقيت تتعامل، او روحانياتك واحساسك بقى يخليك تتعامل بنظام معين مع الاخرين، مع المحيطين بيك، من الوضع العائلي او الوضع الاجتماعي بصورة عامة، فده موجود بصورة قوية جدا جدا جدا، بقيت تتعامل بنظام معين، يعني في شخص يستاهل في شخص ما يستاهلش، فهو النظام اللي من النوعية دي. كمان في حاجة تانية، من خلال مشاعرك انت عندك حب جديد، مشاعرك كلها هتكون فيها حب ورومانسية، بتتجه الى ناحية العواطف، عواطفك عندك بتعلى، احساسك بيعلى، ده من بداية شهر يوليو، عايز تجتمع بالشريك اكتر، عايز ان انا اقضي اكبر وقت معاه، عايز نتكلم كلام حلو، كلام رومانسي، ان احنا ذكرياتكم الحلوة بتتقلب عليكم، فرحانين بنفسكم، او في شيء هيجمعكم او يجمع ما بينكم هيكون خير. برج الحمل اساسا عندك لقاء، او في يعني الناس المرتبطين، لا ممكن يكون عندك تجديد لموعد الزواج، ان انت تبدر موضوع الزواج، لا نخلينا يعني في استقرار على موعد، او هيكون في بيبي جديد، فده هيخلي ان العلاقة ما بينكم تقوى، فيقوي مشاعرك مع الشريك ناحية الافضل، ناحية الاحسن. كمان هيكون في اشياء كتيرة بتجمعك ما بينك وما بين الشريك، او افكار مشتركة او اراء مشتركة، ده هيخلي ان برضو في تحسين في العلاقة، او في تميز في العلاقات ما بينك وما بين الشخص اللي انت مرتبط بيها، او الشخصية اللي انت مرتبطة بيها، فهيكون عندنا الوضع من خلال المشاعر متميز، عندنا احساس جيد جدا اتجاه ناحية الافضل، عندنا مشاعر جيدة جدا، علاقات قد ايه هتكون متميزة، وفي نفس الوقت تفكير قد ايه
ايه متميز، تخطيط متميز، تنفيذ كمان بطرق متميزة، لان عندك اللي يسبقه التفكير والتخطيط ووضع الخطط، ده هيكون جيد جدا، فيخليك ان انت عندك التنفيذ يكون بشكل سريع ومتميز. برج الحمل انا شايفه ان هو شهر رائع، يمكن الروعه بتاعته جايه من داخلكم انتوا، كان في كتير من النصائح، بس مع خلال النصائح دي هيخلي في تغيير من جوانا احنا، يخلينا ان احنا نكون افضل واحسن بكتير. فيا ريت ان احنا اللي ما سمعش فيديو نصائح يسمعه. عامه برج الحمل بتمنى جدا ان انا اكون في التوكم، وفي نفس الوقت بحبكم جدا، بشكركم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة وتفعيل الجرس. سلام.